لا تفكر الله يغير إن لم تغير، لا تفكر، وإن توهمت فأنت ساذج. إن الله لا يغير ما بقوم. نريد أن تأتي معجزة إلهية تقضي على أعدائنا اليهود، نحن على ما نحن عليه، لا في تعاون ولا في انضباط ولا في استقامة، ونحن أمة أرقص ليست أمة اقرأ. ما دام الناس كلها مشغولين في رمضان ببرامج لا ترضي الله عز وجل، هذه الأمة لا تستحق أن تنتصر. هذا شهر عبادة، شهر إقبال على الله، شهر توبة، شهر قرب من الله، شهر حب، شهر تسامح، شهر صلة رحم، شهر إنفاق، شهر استقامة، شهر تراويح، شهر الفجر في المسجد. كن عاقلاً ولا تكن ساذجاً. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 1,500,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، وأمرهم ليس بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. وكان الصحابة بالمئات وصلوا إلى أطراف الدنيا، إلههم إلهنا، القوانين سبق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا ذلك الغي. أيها الإخوة، وفر وقتك، وفر جهدك، كن واقعياً، كن علمياً في قوانين، ترفع صوتك بالدعاء، تقول نحن أمة ضعيفة، يا رب ليس لنا إلا فضلك، ولا تغير ولا تبدل ولا تتوب، كلام فارغ. لذلك يقول بعضهم إن الله لا يعبأ بنا، لأننا لا نغير، والله لا يغير إلا إذا غيرنا. تغير بغير آية قرآنية بتوفر لك وقت طويل وجهد كبير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما كنت في ضائقة، ضائقة مادية، ضائقة في الزواج، لم تهتدي إلى فتاة مناسبة لك، طرقت أبواباً بالمئات، الطريق مسدود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. استقم استقم، تجارة لا تربح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. العلاقات متوترة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اقرأ القرآن لتكتشف السنن، اقرأ القرآن لتكتشف القوانين. والموضوع اليوم عن القرآن الكريم، ولكن بما أن معظم إخوتنا الكرام يقرؤون القرآن في رمضان، فما الذي يمنع أن تكون قراءتهم قراءة تدبر؟ هناك قراءة تعبد، تقرأ، وكلما أنجزت في وقت مبكر شعرت بالإنجاز أكثر. لكن لو أن الإنسان كما أمر الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لو قرأ قراءة تدبر، من أنواع قراءة التدبر أن تكشف السنن الثابتة في القرآن الكريم، لقوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أردت أن أوضح هذه الفكرة بمثل. بلدنا، حكومتنا رسمت طريقاً
لتكون طبيباً يجب أن تحمل شهادة ثانوية فرع علمي، وأن يكون المعدل فوق 230. تدخل كلية الطب أول سنة علوم عامة، الثانية تشريح، الثالثة فيزيولوجيا، الرابعة علم الأمراض، الخامسة علم أدوية. ممكن تكتب على العيادة الدكتور فلان. لو واحد حب يكون طبيب من دون هالطريق، عنده ثقافة طبية عالية، يقرأ مجلات طبية، أصدقاء أطباء، تسمح له الدولة أن يكون طبيباً؟ دقق حال المسلمين، الله رسم طريق لكل شيء، للنصر في طريق، النصر له قانون، له سنن، الحياة الطيبة لها سنن، قوة المسلمين لها سنن. أتمنى من أعماقي إذا قرأت القرآن أن تكتشف السنن. التعامل بين الله وبين عباده وفق هذه السنن. ترفع صوتك بالدعاء، ارفع صوتك ما شئت، لن تنتصر إلا إذا دفعت الثمن. إن تنصروا الله ينصركم. مهما شكوت إلى الله لن يغير الله ما بك حتى تغير ما بنفسك. قانون ثاني، أتمنى أنك إذا قرأت القرآن أن تقف عند السنن. هذه السنن سمها إن شئت قوانين، قواعد التعامل مع الله. أي شيء آخر مبني على الابتهال، مبني على التعبير عن الضعف، يا رب نحن مغلوبين، ما بيدنا، نحن عبيد إكرام، ما لنا عبيد امتحان، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. للنصر في قانون، للأمن في قانون، للمحبة في قانون، للحياة الطيبة في قانون، للدعاء في قانون، للتغيير في قانون. حينما تكتشف وأنت تقرأ القرآن هذه السنن التي سنها الله، عندئذ تتعامل مع الله وفق هذه السنن، والعملية مقدمات ونتائج، كلنا عباده. سيدنا عمر قال لسيدنا سعد الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وما فد النبي صحابيا إلا سعدا، مقام عالي جدا. وكان إذا دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ماذا قال له سيدنا عمر؟ قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أي واحد منكم بيصدق أكثر بيسبق الكل، عربي غير عربي، غني فقير، مدني ريفي، عنعنات جاهلية، والله الذي لا إله إلا هو لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. تحبه فقيراً، عفيف، متجمل، صابر، تحبه غنياً، متواضع، سخي، تحبه مثقفاً ثقافة عالية، سخر علمه لخدمة الحق، تحبه أمياً على الفطرة، تحبه مدنياً، تحبه ريفياً، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة، وإلا عنعنات جاهلية. أيها الإخوة، يعني ماذا أقول لكم؟ كل تقسيمات الأرض لا أصل لها عند الله. دول الشمال، دول الجنوب، العرق الآري، الأنجلوسكسوني، العرق السامي، المتخلفون، البشر عند الله زمرتان لا ثالث لهما. الأولى عرفت ربها فانضبطت بمنهجه وأحسنت إلى خلقه، فسلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. من أي عرق، من أي بلد، من أي مصر، من أي جهة، إن عرفت الله وانضبطت بمنهجه وأحسنت إلى خلقه
سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، ولو أجمع الناس على أن يتهموك بتهم لا أصل لها. والثانية غفلت عن الله وتفلتت من منهجه وأساءت إلى خلقه فشقيت وهلكت في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذجاً ثالثاً. الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدقت أيها الإنسان أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، لذلك تتقي أن تعصي الله وتبني حياتك على العطاء، تعطي من مالك وأنت في رمضان، من علمك، من وقتك، من خبرتك، من جهدك. المؤمن أساس حياته العطاء، أساس حياته الورع، لأنه صدق أنه مخلوق للجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة وآمن بالدنيا، رأى الدنيا هي كل شيء، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. هذان النموذجان لن تجد نموذجاً ثالثاً. أنت مع من؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ لا سمح الله ولا قدر ولا قدر أن بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الأول: فسنيسره لليسرى، والثاني: فسنيسره للعسرى. هذه قاعدة، قانون، سنة لا يمكن أن تبدل ولا أن تغير ولا أن تعدل ولا أن تجمد. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم. في ضغوط، في تآمرات من بلاد بعيدة، دولة عظمى تريد أن تمحو ثقافة الشعوب الأخرى، تريد أن تجعلها ضعيفة، تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني عزها على إذلالهم، تبني غناها على فقرهم. هذه القوى لمجرد أن تستقيم وتصبر، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئاً. لا. قالوا: هل تصدقون أن خلاص العالم الإسلامي بهاتين الكلمتين في كتاب الله؟ قانون: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك لا تفكر الله يغير إن لم تغير، لا تفكر، وإن توهمت فأنت ساذج. إن الله لا يغير ما بقوم. نريد أن تأتي معجزة إلهية تقضي على أعدائنا اليهود، نحن على ما نحن عليه، لا في تعاون ولا في انضباط ولا في استقامة، ونحن أمة أرقص ليست أمة اقرأ. ما دام الناس كلها مشغولين في رمضان ببرامج لا ترضي الله عز وجل، هذه الأمة لا تستحق أن تنتصر. هذا شهر عبادة، شهر إقبال على الله، شهر توبة، شهر قرب من الله، شهر حب، شهر تسامح، شهر صلة رحم، شهر إنفاق، شهر استقامة، شهر تراويح، شهر الفجر في المسجد. كن عاقلاً ولا تكن ساذجاً. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 1,500,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، وأمرهم ليس بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل.
وكان الصحابة بالمئات وصلوا إلى أطراف الدنيا، إلههم إلهنا، القوانين سبق. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا ذلك الغي. أيها الإخوة، وفر وقتك، وفر جهدك، كن واقعيا، كن علميا في قوانين، ترفع صوتك بالدعاء، تقول نحن أمة ضعيفة يا رب ليس لنا إلا فضلك، ولا تغير ولا تبدل ولا تتوب، كلام فارغ. لذلك يقول بعضهم إن الله لا يعبأ بنا لأننا لا نغير، والله لا يغير إلا إذا غيرنا. تغير بغير آية قرآنية بتوفر لك وقت طويل وجهد كبير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما كنت في ضائقة، ضائقة مادية، ضائقة في الزواج، لم تهتدي إلى فتاة مناسبة لك، طرقت أبواباً بالمئات، الطريق مسدود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. استقم استقم. تجارة لا تربح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. العلاقات متوترة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اقرأ القرآن لتكتشف السنن، اقرأ القرآن لتكتشف القوانين. أيها الإخوة الكرام، التيسير والتعسير ذكرته قبل قليل، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الرد الإلهي فسنيسره لليسرى. أمورك ميسرة، زواجك ميسر، عملك ميسر، صحتك ميسرة، بيتك ميسر. إله، مرة ثانية، زوال الكون أهون على الله من أن تبدل هذه السنن، من أن تبدل هذه السنن، من أن تعطل هذه السنن، من أن تغير هذه السنن، أبداً. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا قانون التعسير والتيسير، وذا قانون التغيير. أيها الإخوة، في معيشة ضنك وفي حياة طيبة إلا قانون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله زوال الكون أهون على الله من أن شاباً مستقيماً لا يحيا حياة طيبة. أنا أخاطب الشباب، مطلوب منك أن تعبد الله. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوا؟ فقال النبي الكريم: ألا يعذبهم. إله ينشئ لك حقاً عليه. دقق في هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو. لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ شو بدي أقول لك؟ شاب مستقيم بغض بصره، صادق أمين، بار بوالديه، ما له مستقبل؟ المستقبل له وحده، الأمن له وحده، التوفيق له وحده، الزواج الناجح له وحده، تأمين مسكن له وحده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قد يقول أحدكم بالآخرة، لا بالدنيا. اسمعوا كمالتها: سواء محياهم في الحياة
في الدنيا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة القرب. أيها الإخوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري، ترك الصلاة، أطلق بصره في النساء، تابع المسلسلات، فتح مواقع إباحية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كنت أعمى في الدنيا. أتمنى عليكم من أعماقي أن تقرأوا القرآن قراءة تدبر، لو ما أنهيت ختمي برمضان معلش، قراءة تدبر. هذه الآية قانون اكتبها عندك. مين منا ما بيحب السعادة والصحة ودخل معقول وزوجة صالحة وبيت؟ مين ما بيحب؟ مين ما بيحب يكون قريب من الله، يحس الله معه، الله بيدافع عنه، الله بيتجلى على قلبه، الله بيحبه؟ مين ما بيتمنى؟ طريق واضح. لك ربنا عز وجل لا يتعامل معنا تعامل مزاجي، تعامل مبرمج بقوانين. اكتشف قوانين القرآن. والله الذي لا إله إلا هو، أذكر من 40 عام عندي مصحف إلى الآن في خطوط حمر، كلما وصلت إلى آية فيها معنى القانون تحت خط، هيك اقرأ القرآن. لك أن تقرأ قراءة عبادي لحالها، هي لك أجر عليها، بس الأساس أن تقرأ القرآن قراءة اكتشاف قوانين، اكتشاف سنن، اكتشاف قواعد ثابتة في التعامل مع الله. ادفع ثمن النصر تنال النصر، ادفع ثمن التوفيق في التجارة تنالها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ادفع ثمن الزواج الناجح في البحث عن زوجة صالحة تنالها صالحة وجميلة. تعامل مع الله تعامل بكتابه. قالوا من قرأ القرآن فكأنه يناجي الله، ومن تلي عليه القرآن فكأن الله يناجيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما لك طلبات؟ إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ تعامل مع الله تعامل مباشر، تعامل بينك وبينه فقط، ناجه في الليل، اسأله من خير الدنيا والآخرة. في قلق ما في أمن، معناته اسمع قانون الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستقيم على أمر الله وأن يخيفك من غيره. ما بتخاف، شجاع، واثق من محبة الله لك، واثق من توفيق الله، واثق من نصر الله لك. تلتجئ إليه وتستقيم على أمره ويخيفك من أحد؟ مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخاف منه فيما بينك وبينه ثم يخيفك من إنسان. أبداً لا تخاف. التوفيق بيده، الصحة بيده، الزواج بيده، نجاح العمل بيده، الوظيفة بيده، الشرايين بيده. ماذا أقول لكم؟ كل شيء بيده، نحن في قبضته وهو ينتظرنا.
أنت أب، ألا تحب أن يلتف أولادك حولك؟ طبعاً. أنت معلم، ألا تحب أن يلتف الطلاب حولك بالمحبة والطاعة؟ أنت مدير مستشفى، ألا تحب أن يكون كل من في المستشفى يلتفون حولك؟ في عندنا قانون اسمه الالتفاف والانفضاض. الآية الكريمة: فبما رحمة من الله لنت له. يعني يا محمد، من خلال اتصالك بنا استقرت في قلبك رحمتنا، في رحمة بقلبك. هذه الرحمة شعور داخلي انعكست لين بالمعاملة، لطف، حلم، فأحبك الناس فالتفوا حولك. المعنى المقابل: ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك. معادلة رياضية: اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. كأب تحتاج هذه الآية، أم، معلم، داعية، خطيب، تاجر، عندك زبائن، لين القلب، راعيتهم، تساهلت معهم، أحبوك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. أيها الإخوة الكرام، قد تستخرجون آلاف القوانين، قدمت لكم نماذج. اقرأ القرآن لتكتشف القوانين، اقرأ القرآن لتكتشف السنن، اقرأ القرآن لتكتشف القواعد. تعامل مع الله تعامل علمي. يعني في كلام فارغ، في كلام لا يقدم ولا يؤخر، لكن حينما تستقيم تجد النتيجة أمامك. أيها الإخوة الكرام، وضع الفتن في العالم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. دقيق: آمن، هاجر، جاهد، آوى، نصر، هؤلاء بعضهم أولياء بعض. المفاجأة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بيسهروا، بيخططوا كيف يأخذون ثروات المسلمين، كيف يشوهون دينهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يمكن لا أبالغ، أخطر آية في القرآن: إلا تفعلوه. على من تعود الهاء؟ هيك الآية. الآية الثانية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا ما آمنت، تعود الهاء على الآية السابقة، إذا ما آمنت وهاجرت وجاهدت بأموالكم وبأنفسكم وآويت ونصرت، تكن فتنة في الأرض كما هي الآن وفساد كبير. فساد كبير. والله الذي لا إله إلا هو، تقرأ القرآن الكريم وكأن القرآن يفسر لك ما يجري، بأدق تفسير، بأعمق تفسير، بأصدق تفسير. أيها الإخوة، الدعاء. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. كل هذه الآيات التي تبدأ بيسألونك يتوسط بينها وبين الجواب قل، إلا هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني ما في وسيط بينك وبين الله.
إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا رب وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. عم استناك، أنا أنتظرك يا عبدي، أنا أتمنى أن تتوب إلي، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دقق، فليستجيبوا لي، يطبق وليؤمنوا بي. إذا هناك شرطان لاستجابة الدعاء، أن تستقيم على أمر الله بعد أن آمنت به إيمانا صحيحا، آمن وطبق، هذا قانون الدعاء. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أيها الإخوة الكرام، جعلت لكم بعض النماذج من قوانين الله عز وجل كي تبحثوا عنها بذواتكم أنتم إذا قرأتم القرآن. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم أن رمضان شهر عبادة، وأن رمضان شهر القرب من الله، وأن رمضان شهر القرآن الكريم، وأن رمضان شهر الإنفاق، وأن رمضان شهر صلة الرحم، وأن رمضان شهر التسامح، وأن رمضان شهر الذكر، وأن رمضان شهر قيام الليل التراويح، وأن رمضان شهر صلاة الفجر في المسجد، وأن رمضان بعد عن النشاطات الاجتماعية التي لا ترضي الله، وقرب من الله الواحد الديان. لا تجعلوا هذا الشهر كما يفعل عامة الناس. عجبت لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ متى؟ رمضان الكل صائم، الكل يتصل بالله، الكل يغض بصره عن محارم الله، الكل يضبط لسانه، إن لم يغفر لك في هذا الشهر فمتى؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.